سوناطراك وقعت خلال سنة 2020 أكثر من 1600 عقد مع المتعاملين الجزائريين، وهو ما يمثل تقريب أكثر من 82% من مجموع العقود التي أبرمتها سوناطراك لسنة 2020. وخلال النصف الأول لهذا العام سوناطراك أبرمت أكثر من 840 عقد مع الشركات الجزائرية، وهو يمثل نفس النسبة للسنة القادمة، يعني أكثر من 80% من هذه العقود المبرمة.